أنه حدثت فعالية في كلية الهندسة جامعة تكريت، فتم افتتاح المختبرات التي تم تأهيلها حديثا، ومختبرات في قسم الهندسة الكهربائية ومختبرات في قسم الهندسة الكيميائية. تم شراء عدد من الأجهزة الحديثة التي بدأت تعمل، والآن طلاب الدراسات العليا كما تلاحظون في مختبرات كلية الهندسة مستمرين بعملهم البحثي بإشراف الأساتذة المشرفين على الأبحاث العلمية. الحقيقة سيد عميد الكلية والسادة التدريسيين في كلية الهندسة بذلوا جهود جبارة في إعادة تأهيل كلية الهندسة، فكانت في السابق في بشكل غير مرضي، أما الآن والحمد لله فكما لاحظتوا في أن الأقسام العلمية ترتدي حلة جديدة. إضافة إلى هذا تم إضافة 24 مجموعة صحية جديدة إلى كلية الهندسة، نحاول أن نكون قريبين من الستاندرد العالمي في هذا المجال، لأن هذه أحد معايير تقييم الجامعات العالمية. فاليوم كلية الهندسة الوضع فيها ممتاز، جامعة تكريت ورغم ظروف الجائحة ورغم درجات الحرارة العالية جدا، إلا أنها عبارة عن خلية عمل مستمرة لإكمال التأهيل، لأنه بدأنا به منذ فترة طويلة لإكمال عمليات التأهيل في الأقسام العلمية والأقسام الإدارية للجامعة. كذلك بهذه المناسبة أود أن أهنئ العراقيين كافة والمسلمين والعالم الإسلامي بشكل عام بعيد الأضحى المبارك الذي سيحل يوم الجمعة 30 من هذا الشهر بإذن الله. أتمنى أن يكون هذا العام هذا العيد يختلف عن الأعياد السابقة من حيث توفر الأمن ومن حيث انتهاء هذه الجائحة التي سببت فوبيا عالمية لم ربما لم تمر منذ الحرب العالمية الثانية.